السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا حبايبي متابعين قناة بيتي بيتك. الفيديو ده بإذن الله هيكون مهم جدا لكل حد بيستخدم غسالة الصحون لأول مرة، أو بتستخدمي غسالة الصحون وبتواجهي مشاكل زي مثلا إن المواعين بتطلع ملطشة أو متجرحة، أو الغسالة بعد ما بتخلص الدورة بتاعتها بيتبقى جواها مية. بإذن الله هنعرف الأسباب وهنعرف إزاي نتفادى المشاكل دي كلها بإذن الله مع بعض. خلونا نشوف مع بعض نقطة نقطة ايه اللي ممكن يعمل مشاكل في الغسالة او يسبب المشاكل اللي ممكن تواجهنا اثناء استخدام غسالة الاطباق. الاول لازم نتأكد من رص الاطباق بالطريقة الصح، بحيث ان المية توصل لجميع الاطباق، بمعنى ان ما يكونش طبق محطوط على طبق او حلة على حلة، لازم يترصوا بجنب بعض بشكل مايل بحيث ان المية توصل لكل الاجزاء في غسالة الاطباق. النقطة التانية، محتاجين نتأكد كمان ان ذراع الرش او الرشاشات بتتحرك بحرية ومفيش اي حاجة من المواعين بتعيق حركة الرشاشات، لان لو ما اخدناش بالنا ممكن اجزاء من المواعين تكون مش بتوصل لها مية، بالتالي مش هتنضف. بعد ما بنرص الغسالة بندور الرشاش علشان نتأكد انه بيلف ومفيش حاجة بتعطله. كمان المواعين قبل ما تترص في غسالة الاطباق مش هنحتاج اكيد نشطفها، لكن اكيد هنحتاج نتخلص من بقايا الاكل الكبيرة اللي في الاطباق علشان ما تسببش انسداد للفلاتر، وبكده تحافظي على عمر الغسالة بتاعتك وتاخدي افضل نظافة وافضل نتيجة من استخدامها. محتاجين كمان ننظف الفلتر كل فترة بطريقة بسيطة بالمية الجارية من الحنفية. خلونا بس الاول نتكلم عن حمولة الغسالة. احنا في الاول لما بنجيب الغسالة من فرحتنا بيها بنرص فيها اكبر كمية ممكنة من المواعين، وده مش صح للأسف. كل غسالة ليها حمولة محددة بحيث ان الرشاشات تقدر توصل بالمية لكل المواعين المرصوصة والمواعين تخرج نظيفة ومشطوفة كويس. علشان كده مهم تخلي مساحة مناسبة للمواعين تسمح بوصول المية في كل الاماكن، وما نحملش حمولة زيادة عن الغسالة علشان تقدر توزع المية براحتها. زيها بالظبط زي غسالة الهدوم، لما بتحطي هدوم زيادة طبعا الهدوم بتطلع معاكي مش نظيفة. غسالة الأطباق بنفس الطريقة، لازم تحطي حمولة مناسبة علشان المواعين تطلع معاكي نظيفة. كمان السكاكين والأدوات الحادة والمدببة يفضل إنها تكون موجهة لتحت علشان ما تعوركيش، وكمان المعالق والمغارف وكل الحاجات دي المفروض تكون موجهة لتحت، ولا ما ينفعش تترص لازقة في بعض، فلازم نبعدهم كمان وبشكل يضمن وصول المية لجميع الأماكن في الأطباق والمواعين اللي في الغسالة. النقطة اللي بعد كده، على حسب المكان اللي بتعيشي فيه ونوعية المية في المنطقة السكنية اللي انت عايشة فيها هنحدد نستخدم ملح قد ايه. ولو كان المواعين عندك بتخرج من الغسالة بتحسي انها مش مشطوفة كويس، يبقى هنزود التايمر اللي بيتحكم كمية مساعد الشطف. مساعد الشطف من الحاجات المهمة في استخدامها، هي اللي بتساعد ان المواعين تطلع نظيفة وشكلها حلو ومشطوفة كويس، فمهم جدا ان احنا نستخدم مساعد الشطف. طبعا مش لازم كل غسلة، بس مهم نستخدمه كل فترة، وكمان نستخدمه بكمية مناسبة، لان انت لما بتزودي كمية مساعد الشطف ده بيخلي المواعين تطلع متجرحة، ولو قللتي الكمية بيخلي المواعين تطلع ملطشة وشكلها مش نظيف او شكلها كأنها مش مشطوفة كويس. لو الغسالة بيتبقى فيها مية يبقى بعد ما بتخلصي لازم ننظف الفلتر، غالبا هيكون مسدود من بقايا الاكل، ودي اهمية ان احنا نتخلص من بقايا الاكل زي ما قلنا قبل كده، علشان خاطر بقايا الاكل دي بتسد الفلتر وبتخلي الغسالة يتبقى فيها مية بعد ما بتخلص. فاحنا المفروض هنتصرف ازاي؟ بنشيل المية المتبقية بسفنجة، وبعدين بننظف الفتحة من اي بقايا اكل، وبنرجع الفلتر مكانه بعد ما بنكونه نظفناه كويس. وكذلك الرشاشات، مهم تنظيف الرشاشات كل فترة بخلة أسنان، وبنبدأ نتأكد ان كل الفتحات نظيفة وكذلك الرشاش التاني، ونشطفها كويس بمية وبنرجعها مكانها قبل ما نفكها. طبعا هنشوف الكتالوج عشان نعرف نفكها ازاي، وهي طريقة فكها غالبا بتبقى سهلة جدا. الرشاشات اللي فوق بتلفيها عكس عقارب الساعة، والرشاشات اللي تحت بتلفيها لفة بسيطة وتسحبيها وبتتفك معاكي. وبعد ما بنركب الرشاشات بنرجع الرفوف مكانها، ودي معلومات مهمة علشان تحافظي على غسالتك وكمان تشتغل معاكي بأعلى كفاءة طول الوقت. علشان الرشاشات
الحوض إذا كانت مسدودة فكمية المية هتبقى ضعيفة، وبالتالي المنظف مش هيتوزع بشكل سليم، وكذلك كمية مياه الشطف هتبقى قليلة والمواعين مش هتنضف كويس. ولو كان في أي مشاكل تاني بتواجهوها اكتبوها لنا في الكومنتات ونقول لكم على الحل بتاعها أو نعمل لكم فيديوهات ليها. وأتمنى إن الفيديو يكون مفيد ليكم، ولو وصلتوا معانا لغاية هنا يبقى استفدتوا بالفيديو، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك وكومنت محفز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.